من هو شيخ الخطاطين؟ شيخ الخطاطين هو الشيخ حامد الآمدي، اسمه الحقيقي الشيخ موسى عزمي، ولد في تركيا سنة 1309 هجري الموافق ل 1891 في مدينة ديار بكر، واشتهر باسم حامد آيتاش الآمدي نسبة إلى قرية آمد الموجودة في ديار بكر. كان جده خطاطا وأخذ المهنة عنه، درس في الكتاب في مسجد أولو داخل قريته، وأتم الثانوية في مدرسة العسكرية الرشيدية في منطقة ديار بكر، ثم أكمل دراسة القانون في إسطنبول داخل كلية الحقوق لمدة سنة واحدة فقط، ثم انتقل بعدها إلى أكاديمية الفنون الجميلة والصنايع، وذلك بتشجيع من أستاذه الذي لاحظ موهبته في الخط. وبعد فترة توفي والده، فاضطر لترك أكاديمية الفنون الجميلة والصنايع كي يعمل. تعلم الشيخ علي على يد أحمد حلمي خط الثلث، وتعلم على يد وحيد أفندي خط الرقعة. عمل في البداية مدرسا، ثم عمل في دار الطبع بوظيفة خطاط. نال إجازة امتحان الخطاطين بعد تقدمه للعمل في مطبعة المدرسة العسكرية. درس رسم الخرائط في ألمانيا، وعمل أثناء الحرب العالمية الأولى في القوات الساعقة بالجيش الألماني. عاد إلى إسطنبول وتعلم هناك من الحاج نظيف خط الثلث الجلي، وتعلم أيضا كتابة الطغراء من إسماعيل حقي وغيرهم من مشاهير الخطاطين في عصره. ترك الشيخ آثاره التي يمكن مشاهدتها في تركيا والعراق ومصر من كتابات قرآنية، فنسخ مخطوطات القرآن الكريم، يعد أحد أسباب اهتمامات المسلمين بالخط العربي، فتعلم الخط العربي لا يقل أهمية عن باقي علوم اللغة، فهو يقترن بتحفيظ القرآن الكريم وكتابته كتابة صحيحة وجميلة. ترك الشيخ كتابات قرآنية في مسجد شيشلي ومسجد أيوب ومسجد باشباشي ومسجد حاجي كوشك في إسطنبول وقبة مسجد كوخاتيب في أنقرة. قام الشيخ بكتابة 40 حديثا نبويا وكثيرا من كتب تعليم الخط والآلاف من الكتابات الإسلامية والمدائح النبوية والأشعار وغيرها. قام بنسخ القرآن الكريم مرتين بخطه الذي يعتبر من أجمل الخطوط، وطبع في كل من إسطنبول وبرلين، واعتبر مصحفه من أروع المصاحف التي طبعت في العالم. له تلاميذ في تركيا والشام والعراق، وتلميذة يابانية تعلمت على يده ومنحها إجازة في الخط العربي، ومنح تلاميذه العديد من الشهادات التي تؤهلهم لحمل لقب خطاط، ويعتبر الأستاذ حسن شلبي من إسطنبول أحد هؤلاء التلاميذ. الشيخ حامد الأمدي هو الشيخ الذي عرف ولقب بشيخ الخطاطين، اسمه الحقيقي موسى عزمي، ولد في ديار بكر، اشتهر بحامد آيتاش الأمدي، يعود سبب تسميته إلى قرية آمد. عمل في الجيش الألماني أثناء الحرب العالمية الأولى، ودرس رسم الخرائط في ألمانيا.